بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنراجع مع بعض مادة العلوم للصف الأول الإعدادي. هنحاول نلم المنهج كده في بعض الأسئلة المهمة. هنبدأ بداية مع سؤال الأكمل. السؤال الأول عندي بيقول وحدة قياس الحجوم هي؟ طبعا احنا عارفين من ابتدائي في الرياضة ان الحجم بيقاس بوحدة اسمها سنتيمتر مكعب، فبكتب سنتيمتر وعليها رقم 3 من فوق يبقى اسمها سنتيمتر مكعب، بينما وحدة قياس الكتلة هي الجرام. طبعا ينفع اكتب عادي كلمة كيلو جرام ما فيهاش مشكلة، بس احنا عندنا الوحدة الاولى كنا بنتعامل مع الكتلة بوحدة الجرام فبنكتب الجرام. السؤال التاني، من المحاليل جيدة التوصيل للكهرباء. طبعا خدنا في المنهج عدة محاليل جيدة التوصيل للكهرباء، كان من ضمنها محلول ملح الطعام في الماء، وينفع طبعا اكتب محلول القلويات او محلول الاحماض. ومن المحاليل رديئة التوصيل للكهرباء كان عندنا في المنهج برضو نوعين من انواع المحاليل الرديئة، كان اهمها محلول السكر في المية، وينفع طبعا اكتب الاجابة التانية اللي هي محلول كلوريد الهيدروجين في البنزين. السؤال الثالث، يتشبع المستوى L بكام الكترون؟ طبعا احنا عندنا المستويات اللي موجودة عددهم زي ما احنا عارفين 7 مستويات، عارفين ان المستوى الاول كي بيتشبع باتنين الكترون، والمستوى التاني اللي هو ال اللي هو بيسأل عليه بيتشبع بتمانية من الالكترونات، يبقى الاجابة هنا هتكون 8. اما المستوى التالت ام فكان بيتشبع معانا ب18 الكترون، والمستوى ام اللي هو الرابع كان بيتشبع ب32 الكترون. وكنا بنعرف الكلام ده من علاقة اسمها 2 نون أس 2، وكنا بنتكلم على ان العلاقة دي تطبق حتى المستوى الرابع فقط، لان بعد كده الذرة بتبقى غير مستقرة. السؤال الرابع، تتوقف طاقة حركة الجسم على؟ من المعروف ان طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. معنى كده ان طاقة الحركة دي بتعتمد على عاملين مهمين جدا، هما الكتلة والسرعة. في ناس بتقول طب يا مستر ما بنكتبش ليه مربع السرعة؟ قلنا بكتب مربع السرعة لما يسأل السؤال ويقول تتناسب طاقة الحركة طرديا مع، فساعتها اقول الكتلة ومربع السرعة لما يقول كلمة تتناسب طرديا. انما تتوقف بالشكل ده كده عادي او العوامل المؤثرة على طاقة الحركة بكتب الكتلة والسرعة. السؤال الخامس، عند قصف جسم لأعلى. طبعا لما بنيجي نحذف جسم لأعلى المفروض ان هو بيزداد ارتفاعه عن سطح الارض، واذا زاد ارتفاع الجسم عن سطح الارض المفروض تزداد طاقة وضعه، تزداد طاقة وضعه، لان طاقة الوضع بتتناسب طرديا مع الارتفاع، فاذا زاد الارتفاع تزداد طاقة الوضع. طيب ايه بقى اللي يحصل لطاقة الحركة؟ كلنا عارفين ان طاقة الحركة لسه قايلينها من شوية بتعتمد على سرعة الجسم، واذا قذف الجسم لاعلى معنى كده ان هو سرعته وهو طالع عمالة بتقل، فمعنى كده ان طاقة الحركة هتقل. السؤال السادس، الصقور لها مناقير. طبعا هو بيكتب نقط في الامتحان، انا حافظ طبعا ان المناقير حادة قوية معقوفة، فياريت الاجابة تتكتب كاملة حادة قوية معقوفة، ما اكتبش اجابة واحدة بس. بيقول لي بينما البط له مناقير، عندنا مناقير البط كانت عريضة ومسننة من الاجناب، ومسننة من الاجناب. السؤال السابع، يعتبر الصرصور من المفروض الحشرات زي ما درسنا، والعقرب من عيلة تانية اسمها عيلة العنكبوتيات، والاتنين دول سواء كانوا حشرات او عنكبوتيات كانوا ضمن عيلة كبيرة اسمها الحيوانات المفصلية، فبيقول ويصنفان معا كايه؟ اقول له كحيوانات مالها مفصلية. السؤال الثامن، من النباتات التي تتكاثر بتكوين الجراثيم. من النباتات التي تتكاثر بتكوين الجراثيم، كان عندنا مثالين، واحد اسمه الفجير والتاني اسمه كزبرة البئر،
والنباتين دول كانوا ضمن عيلة اسمها عيلة الصراخس، كنا بنعرفها على انها نباتات ارضية صغيرة تتكاثر بتكوين الجراثيم. يبقى الفجير وكزبرة البئر هي من النباتات التي تتكاثر بتكوين الجراثيم. سؤال التاسع، من الثدييات عديمة الاسنان. ربنا سبحانه وتعالى خلق بعض الثدييات ما عندهاش اسنان. كان عندنا مثالين في المنهج هما الكسلان والمدرع. الكسلان والمدرع. السؤال العاشر، وحدة التصنيف الأساسية للكائنات الحية هي. طبعا كلنا عارفين النوع. كان عندنا عالم اسمه لينيوس عمل تصنيف طبيعي للكائنات الحية، اعتبر فيه ان وحدة هذا التصنيف هي النوع. وفي تعريف تاني للنوع عشان لو جه السؤال عرف او حاجة، كنا بنقول ان النوع ده مجموعة من الكائنات الحية الاكثر تشابها في صفاتها الظاهرية، والتي ان تزاوجت مع بعضها انتجت نسلا خصبا يحافظ على هذا النوع من الانقراض. ده لو جه تعريف لكلمة النوع. ده اهم اسئلة الاكمل اللي موجودة عندنا في المنهج. هنبدأ مع السؤال التاني وهي سؤال العلم. من اشهر الاسئلة اللي كانت عندنا في الوحدة الاولى سؤال بيقول علم، هي للذرة متعادلة كهربية؟ هي للذرة متعادلة كهربية؟ الاجابة بسيطة جدا، هقول له لان عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الالكترونات السالبة. وقلنا ان احنا لازم نكتب كلمة يساوي، اللي بيقول لان بها بروتونات موجبة والكترونات سالبة بس كده من غير كلمة يساوي، طبعا الاجابة تتحسب خطأ، لازم اقول كلمة يساوي. السؤال التاني، السؤال بيقول ليس للغاز شكل او حجم ثابت. ليس للغاز شكل او حجم ثابت. الاجابة لان قوى التماسك بين جزيئاته اقل ما يمكن، والمسافات البينية بتكون كبيرة فبقول عليها اكبر ما يمكن. يبقى قوى التماسك القليلة قوي والمسافات الكبيرة جدا هي اللي خلت للغاز شكل، ليس للغاز شكل او حجم ايه ثابت. السؤال الثالث، تتشابه حركة ارجوحة الملاهي مع حركة بندول الساعة. كلنا عارفين طبعا اشتغلنا مع بعض تجربة بندول الساعة، وعرفنا ان بيحدث فيها تبادل بين طاقتي الوضع والحركة، بينما تظل الطاقة الميكانيكية مالها ثابتة. فهو هنا بيسأل طب هو ليه برضو حركة الارجوحة في الملاهي شبه حركة بندول الساعة؟ هتكون علشان برضو في تبادل لطاقتي الوضع والحركة بيحصل في ارجوحة الملاهي، بينما تظل الطاقة الميكانيكية ثابتة. يبقى لتبادل طاقتي الوضع والحركة فيها اللي هي ارجوحة الملاهي، بينما تظل الطاقة الميكانيكية مالها ثابتة. السؤال الرابع، تحورت الأطراف الأمامية في الحوت إلى مجاديف. طبعا كان عندي الحوت والدولفين وكلب البحر من الثدييات التي تحورت فيها الأطراف الأمامية إلى مجاديف. علل. أكيد طبعا حتى تستطيع أداء وظيفة العمر. حتى تستطيع أداء وظيفة العمر. السؤال الخامس، أرجل الصقر بها مخالب قوية. أرجل الصقر بها مخالب قوية. الإجابة حتى يتمكن من إحكام القبض على الفريسة. حتى يتمكن من إحكام القبض على الفريسة. إنما لو سأل وقال هو ليه مناقير الصقر بتكون حادة قوية معقوفة، فبقول له حتى يتمكن من تمزيق لحم الفريسة. حتى يتمكن من تمزيق لحم الفريسة. من أشهر الأسئلة اللي موجودة عندنا في المنهج السؤال السادس، علم، تنتهي قدم الجمل بخف مفلطح سميك. كلمة إن الخف بتاعه يكون مفلطح ده مش هيخليه يغوص في رمال الصحراء، أما السميك يعني التخين فده هيخليه لا يشعر بسخونة الرمال. فعايزين نقول الإجابتين مع بعض، فبقول حتى يستطيع المشي على رمال الصحراء الساخنة علشان كده سميك،
ولا يغوص فيها، علشان كده الخف بتاعه مفلطح معناها عريض من تحت. السؤال الثالث بيقول وضح التوزيع الإلكتروني للعناصر الآتية مع توضيح نشاط العنصر. طبعا العنصر ممكن يكون عنصر نشط وممكن يكون عنصر خام. هنعرف منين؟ هنعرف من عدد إلكترونات آخر مستوى. لو كان آخر مستوى متشبع بالإلكترونات ده معناه أنه هيكون خام، أما لو كان غير متشبع بالإلكترونات ده معناه أنه هيكون نشط وبيشترك معانا في التفاعلات الكيميائية. نبدأ أول واحد O8، O اللي هو ذرة عنصر الأكسجين، 8 ده العدد الذري بتاعها. التمانية دي العدد الذري، العدد الذري اللي هو عدد البروتونات الموجبة، ولسه قايلين مع بعض بسؤال العلم ان عدد البروتونات الموجبة هو نفس عدد الالكترونات السالبة، يبقى اذا عدد الالكترونات اللي انا هقوم بتوزيعها 8. فبقوم جاي راسم رسمة دايرة، دي عبارة عن النواة بحط فيها موجب 8 اللي هي عدد البروتونات الموجبة، بفتح المستوى الاول كي انا اعرف ان هو بيتشبع باتنين فبكتب 2، التمانية كتبت منهم 2 فيتبقى 6، فبفتح المستوى التاني ال واحط 6 الكترونات يبقى 2 و6 مجموعهم 8. هبص على مستوى الطاقة الاخير ال ده بيتشبع بكام؟ المفروض ان هو بيتشبع ب8. طب طالما بيتشبع ب8 هو مكتوب 6 يبقى هل ده متشبع؟ اكيد لا، وبالتالي العنصر ده بيكون نشط لانه مستوى طاقته الاخير غير متشبع بالالكترونات. نبدا مع العنصر الثاني K19، بفتح النواه بكتب جواها موجب 19، K بحط 2، L بيتشبع ب8، M بيتشبع ب8، بعد كده N1، فيبقى التوزيع 2 8 8 1. ناخد بالنا من K19 لان في ناس كانت بتوزعه 2 8 9، قلنا مستوى الطاقة الاخير ما ينفعش يكون فيه اكتر من 8 الكترونات، رغم ان الام ده بيتشبع ب18 الكترون، بس ما ينفعش وهو اخير يحتوي على اكتر من 8، فعشان كده ما بنكتبش فيه 9، بنكتب 8 بس ويبقى معانا 1 بدخل على المستوى الرابع. اصبح المستوى الرابع فيه الكترون 1 وبالتالي فهو غير متشبع، وبالتالي يعتبر البوتاسيوم عنصر نشط، وكنا دارسينه في الدرس الاول في المنهج بنقول ان البوتاسيوم يعتبر من الفلزات النشطة جدا. العنصر الثاني هو الهيليوم 2، لما باجي اوزع برسم النواة الاول بكتب موجب 2، الكي بحط فيها الاثنين اللي معايا اللي هي الاثنين من الالكترونات، الكي بيتشبع ب2، فطالما الكي تشبع ب2 ومفيش اي حاجة تانية يبقى ده اكيد عنصر خامل. لو قال لي علل في الامتحان هقول له لان مستوى طاقته الاخير متشبع بالالكترونات. العنصر اللي معانا بعد كده اسمه المغنيسيوم، Mg12، بفتح النواة موجب 12، الكي بحط 2، ال بحط 8، المستوى اللي بعده اللي هو الام بحط 2، فتبقى 2 8 2، ده يعتبر عنصر نشط لان مستوى الطاقه الاخير غير متشبع بالالكترونات. اخر عنصر معانا هو النيون Ne10، بوزع بفتح النواه بكتب موجب 10، الكي بحط 2، ال بحط 8، يبقى ده عنصر خامل، علل لان مستوى طاقته الاخير متشبع بالالكترونات. طبعا عندنا درسنا بعض المسائل في المنهج، كان اهم هذه المسائل مساله على طاقه الوضع ومساله على طاقه الحركه ومساله على موضوع الكثافه، فهنبدا مع بعض اول مساله مع بعض كده على طاقه الوضع. بيقول احسب طاقه وضع جسم كتلته 5 كيلو جرام على ارتفاع 4 متر، جيم اللي هي العجلة بتساوي 10 متر لكل ثانية تربيع. طبعا لازم حضرتك تكون حافظ القانون،
لازم حضرتك تكون حافظ القانون. كلنا عارفين ان طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع، الوزن في الارتفاع. فانا هنا في المسألة معايا الارتفاع 4 متر بس مش معايا الوزن، فهضطر اجيب الوزن من قانون درسناه مع بعض كان اسمه ان الوزن بيجاب من حاصل ضرب الكتلة في العجلة، وهو عطيلك في المسألة الكتلة وعطيلك تحت العجلة. فالاستاذ بيكتب القانون الاول، وناخد بالنا ان في درجات بتتوزع على كتابة القانون، فلازم القانون يتكتب. الوزن بيساوي الكتلة في العجلة، والله الكتلة بخمسة والعجلة بعشرة، يبقى 5 × 10 = 50 نيوتن، يبقى الوزن كده جبناه بخمسين نيوتن. نبدأ بقى نحسب طاقة الوضع اللي هي اسمها طه واو، بتساوي الوزن في الارتفاع، يبقى 50 × 4، 50 اللي هو الوزن والارتفاع اللي هو 4 متر، يبقى 50 × 4 يطلع 200. 200 ايه؟ جول. 200 جول. طبعا القانون بيكتب، التعويض، الحل مع وحدة القياس. السؤال الخامس، احسب طاقة حركة جسم كتلته 2 كيلو جرام طاقة حركة جسم كتلته 2 كيلو جرام وسرعته 5 متر لكل ثانية، وسرعته 5 متر كل ثانية. كلنا عارفين مع بعض ان طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة، نص كاف عين تربيع. النص هينزل، الكتلة هو بيقول لي اهي الكتلة بكام؟ ب2 كيلو جرام، فبكتب 2 كيلو جرام في مربع السرعة، السرعة عندي بخمسة، تبقى 5 أس 2، 5 أس 2، فهضرب نص في 2 في 5 أس 2، النص هيطير مع رقم 2، هيبقى 5 أس 2 ب25، 25 ايه؟ جول. أي طاقة عندنا في المنهج كانت بتتقاس بالجول، سواء طاقة وضع أو طاقة حركة أو طاقة ميكانيكية، فبتتحسب دايما بالجول. مسألة اللي بعد كده على موضوع الكثافة، احسب كثافة قطعة من الحديد كتلتها 78 جرام، دي الكتلة، والتي عند وضعها في مخبار به ماء ارتفع سطح الماء من 100 سنتيمتر مكعب إلى 110 سنتيمتر مكعب. طيب كلنا عارفين لو أنا عايز أحسب كثافة أي مادة يبقى لازم يكون معايا الكتلة بتاعتها والحجم. طب أنا عايز أحسب كثافة قطعة الحديد، الكتلة معايا 78 جرام، بس هل معانا الحجم؟ نقرأ كده، بيقول عند وضعها في مخبار به ماء، يعني المخبار ده أصلا كان فيه مية، ارتفع سطح المية من 100، يعني المية اللي كانت موجودة كان حجمها كام؟ 100. لما حطينا قطعة الحديد بدأ الحجم يرتفع من 100 لحد ما بقى 110. طب مين السبب في زيادة الحجم من 100 ل 110؟ هي قطعة مين؟ الحديد. يبقى حجم قطعة الحديد بس كام؟ هي السبب في الرفع من 100 ل 110، يبقى هي حجمها 110 ناقص 100 يطلع 10 سنتيمتر مكعب. كده جبنا مع بعض حجم قطعة الايه؟ الحديد، ومعايا الكتلة، يبقى هقوم جاي رايح كاتب قانون الكثافة، الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، الكتلة عندي 78 والحجم ما كانش معانا وجبناه ب 10، يبقى 78 على 10 7.8، وما انساش وحدة القياس جرام لكل سنتيمتر مكعب. آخر سؤال عندنا بيقول قارن بين العنصر والمركب، قارن بين العنصر والمركب. طبعا في اجابات كتير في سؤال المقارنة، انا لما باجي هقارن غالبا بيقول قارن من حيث نقطة واحدة، فاشهر مقارنة عندي بين العنصر والمركب، كلنا عارفين مع بعض ان العنصر الذرات اللي بتكون فيه يا اما ذرة واحدة او ذرتين، بس لازم يكونوا من نوع واحد، لازم يكونوا زي بعض، كنا بنقول عليهم ذرات متماثلة. أما المركب كان بيتكون من ذرتين أو أكتر، بس كانوا أنواع مختلفة، كانوا أنواع مختلفة. فلما نيجي نقارن بين العنصر والمركب، أشهر حاجة وأسهل حاجة إن أنا أقول إن العنصر عبارة عن نوع واحد من الذرات، وإن المركب عبارة عن أنواع مختلفة من الذرات. أسهل إجابة عندي. طبعا ينفع أقارن من حيث تعريف العنصر وتعريف المركب،
ما فيهاش مشكلة. سؤال ب: قارن بين الفول والذرة. قارن بين الفول والذرة. طبعا الفول والذرة يجمعهم مع بعض أنها نباتات تتكاثر بتكوين البذور. نباتات تتكاثر بتكوين البذور، ولكن كنا بنقسم عندنا النباتات اللي بتتكاثر بتكوين البذور لنباتات ذات فلقتين ونباتات ذات فلقة واحدة. كان من ضمن النباتات ذات الفلقتين كان عندنا الفول والبسلة. الفول والبسلة. أما نباتات ذات فلقة واحدة كان عندنا الذرة والقمح والنخيل. الذرة والقمح والنخيل. فأنا دلوقتي جايب لي واحد من ذوات الفلقتين والتاني من ذوات الفلقة الواحدة وبيقول لي قارن ما بينهم، فأكيد هقول له إن الفول ذوات فلقتين والذرة من ذوات الفلقة الواحدة. قارن بين القوارض والأرنبيات. القوارض عندنا زي الفأر والسنجاب واليربوع، كان لديها زوج واحد من القواطع في كل فك. كان لديها زوج واحد من القواطع في كل فك. أما الأرنبيات وكان عندنا مثال واحد عليها زي الأرنب، كنا بنقول لديها زوجين من القواطع في الفك العلوي وزوج واحد بس في الفك السفلي. كان عندها زوجين من القواطع في الفك العلوي وزوج واحد من القواطع في الفك السفلي. وبكده نكون خلصنا مراجعة العلوم، وبالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.